شكت روحي ويا ما ندها القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا الذهب والغاء الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرّص بالذهب والغاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا نقول الله لا لا ولا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم شرف ميمي شرف على الصدر زيدك شرف ما توقف نصلي نسينا نقلك تفضل الله يسامحك يا صالحة أكيد ما في بيناتنا ميمي روح اعملوا لصهركم العشاء ايه منعيم لا تعي صالحة مالي جوع يسلم لا تقبرني ما بيصير تطلع من عندنا بدون عشاء صدقيني ما في نفس والله طيب ميمي عملوا له فنجان قهوة ايه إذا هيك شو بيقول ما تعمل تفضل تقبرني عمي أبو طالب قبل ما يسافر على الحج مشكل مع حدا هيك أو هيك التجار اللي بيتعامل معه على حد علمي أبداً أبداً كنت متمنية تكون جيتك بغير هالوقت لحتى أفرح برجعتك لك ابني يا مو برأيك مين بده يكون عامل هالعملة الخسيسة بعبي أبو طالب؟ الله أعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله رح قوم حط لك عشاء لأنه أكيد مالك داعي لقمي لا يا مولا بعد السمع اللي سمعتها والله مو بالي شم الورد عمي أبو طالب بعز علي يا مو يهلك ابني أبو طالب بعز على الجميع قولي على طولي بناته ومرته ما نشفت دمعته ونحن كمان يا مو ما رح نهدى لنعرف مين ورا هالعملة الخسيسة هي أكيد لك ابني أكيد يا مو بدي أكيد طمني مرت عمي أبطالب وبناته إنه مصير عمي أبطالب برقبتنا روح لك ابني
الله يفتحها بوشها وينكشف مصيره على يد الله ثم يدك بجاه الحبيب المصطفى. صدقيني يا دري، انت ما لازم تخافي لانك مانك عامله شيء. واذا اختك عزميه كانت تعمل مثل ما تقلها لمعاد ودخلت على بيت ابو طالب وقتلت وفعلت وما بعرف شو، لك انت شو ذنبك بالموضوع؟ بس الشرطه كانوا عم يسالوا عني يا خانم، بدهم ياخذوني، والمختار قال لي كفي مغيب، خايف يجرجوني مع معي الاختي. انت من الاساس ما لازم تستري على افعالها، لانك هلا شريكي بالجرائم تبعها. والله ما كنت استرجي احكي كلمه وحده، شنو هي كانت تصرف علي وعلى امي الله يرحمها، يلي ماتت بحسرتها عليها. طيب خلص روقي وطولي بالك، وان شاء الله يا رب عصام بيلاقي حل وبيقدر يساعدك. الله يسمع منك يا خان. انا بتسمحي لي لاني لازم. الله معك. تصبحي على خير. وانتي من اهلي. الله يرحمك ويغفر لك يا عزميه. رحتي وتركتيني معلقة بهالدنيا بسبب أفعالك أنتي ولمعات. لولا الدكتور عصام وسميرة خانهم الله بيعلم شو كان صار فيني. وهلأ ناطرة وخايفة من كل شي ورح ضل هربانة لحتى يفرجها رب العباد. الله يسامحك يا عزمية، الله يسامحك. شو قلنا معي؟ لأك مو ببيتك، وين رايح؟ شبك الا بنت خالتي مرت ابي، كل ما بدنا نطلع من الحاره ونفوت بدنا نقدم تقرير لاهل الحاره. مو هيك قصدي، قصدي باك شي عاوز شي بدك شي، هيك قصدي. اخي ما في شي ضايق خلقي وحابب اتمشى. طيب امشي معي على المحرز لا اعمل لك كاسه شاي، اكرك عجم تعدل مزاجك وتحكي لي القصه متقطعه. للسلام عليكم. لا انت ما عم تفهم ابو سمره، الدنيا مسكره بوشي، فهم علينا، ما بدي اروح على مكان حلاق عنا. طيب طول بالك، شو سوينا؟ شو حكينا؟ العمى شو صاير للناس؟ شوف بطل يستر على اختك، تحكي كل شيء وبسرعة لأني وينك فطسة النعاسها. شو في؟ لمعات خانم يا سيدي. شو بقى؟ صلى شيء؟ حدا زعجها؟ حدا عمل لها شيء؟ شو في؟ لك لا لا ابدا سيدي، ليش مين بيسترجي يزعلها؟ لك شو في؟ سيدي طلبت من السجانة سكينة تشوفك فورا مباشرة وعلى انفراد. ولك الله لا يوفقك، ولك بدك تضل حمار انت، ايه اللي من الاول نشفت ريقي؟ الله يخرب بيتك. وبعدين؟ قررت تجي تسكن هون بالشام ولا رح ترجع لمصر وتخليني عايشة على عصابي وعلى هبات ورعبات وانت بعيد عني؟ يا مولا نعرف مصير عمي أبو طالب وبعدين فرجوا رحمة. بحال رجع عمك أبو طالب بخير وسلامة، انت بدك ترجع لمصر ولا بدك تعيش هون؟ ريح لي بالي لك ابني. يا مقتلك لوقتها فرجوا رحمة. لك مو على أساس بدك تجيب عروستك وتعيش هون وتتركن قدامي؟ يا مو برحمة صابر وأبو صابر، إيميني من الحديث لحتى نعرف مصير عمي أبو طالب وبعدين بنشوف شو الله بيكتب. لأيمتى يعني؟ والله مال قلبي من هالسيرة. يا مو خلص ما بصير غير اللي بدك إياه، بس هلأ مو وقتها، طولي بالك شوي. أها بدك تاكل بعقلي حلاوة وعلى هسي ما لقي غير مسافر على مصر. هالمرة يا مو كل شي رح يصير بعلمك ومعرفتك، بس ممكن تهدي بس لنعرف مصير عمي أبو طالب. ماشي رح هدي. روح الله يهدي بالك لحتى تهدي لي بالي بجاه الحبيب المصطفى. خير لما تخانم؟ قولي لي حدا زعجك؟ حدا ضايقك في شيء؟ خبريني. لا 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 ابدا، بالعكس والله انت وعناصرك من اشرف العالم اللي شفتهم بحياتي. بس شو قولي لي؟ بس انا حاسه حالي انه قربت منيتي، وحاسه انه بين يوم وليله رح يسوقوني على حبل المشنقه. لك توكلي بالله يا لما تخانم وخلي ايمانك بالله قوي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أنا مشان ضلني متصلة بربنا ويضل إيماني قوي عم أقول لحالي إنه مين ما سأل عني تقولوا له إني انتقلت لرحمة ربي، وهيك بلتهي بالصلاة والاستغفار وما بدي أشوف العالم اللي وصلوني لحبل المشنقة. لك يا بنت الناس الحكم الأول والأخير لربنا سبحانه وتعالى، بجوز هيك من غامض علمه الله يعفيك من حمل المشنة. الحكم طلع يا مساعد راشي. الحكم الأول والأخير لربنا سبحانه وتعالى، خلي إيمانك بالله كبير يا بنت الناس. لا إله إلا الله، أنت بس لو تساعدني بهالخدمة وأي حدا بيسأل عني قل له أني انتقلت لرحمة ربي، وأنا خليني عم أصلي وأستغفر
بلاني شوفت هالعالم اللي وصلتني لحبل المشنة. خلص خلص اعتبري هالشي صار. اكيد ولو لك انا بدي خدمة احبز يا ست الكل، بدي خدمة احبز. الله يبارك فيك يا رب. تفضل. لك والله ما في داعي، الله يخليك فضلك سامي ما في داعي. لا ولو اقبل مني هالكم ذهبيه. والله بكفي انت اللي اعطيتيني اياهم بعيش انا اولادي ليوم الدين، الله يخلي لي اياكي. ومع هيك لازم تقبلهم مني. بعدين انا ميته ميته. عم اقول لك يا خانم، إيه ما في داعي للحكي. يا مساعد راجي، عم اقول لك اني ميته ميته، لمين بدي اترك هالثروات كلها؟ خلي الله يسامحنا. بس يعني والله هذا شيء كثير. يا ريت يا مساعد راجي بس تبعتوا لي سجادة صلاة ومصحف. خلص تأمري. يلا مساعد راجي، بس بدي اقول لك شغله، انا بدي خبر وفاتي ينتشر بين الكل ما عدا جماعتي يلي هن اللي عرف وصفي وعدلي وحلمي وبره. خلص هلا بسجل اسماء لليوم وبعمم على الجميع. يا ريت والله. لك ولو لك على عيني ولك على راسي، ادي فضل على راسي من فوق، لك خيرك بعيش انا ولادي ليوم الدين. السلام عليكم. سلام وديك. بتعرف شو اشتهيت لك اليوم يا مو؟ شو يا مو؟ بيني وبينك؟ لك احكي والله نطفتي لي قلبي. صالحة بنت الزعيم أبو طالب. شي صالحة بنت الزعيم أبو طالب يا مو، هيك ضربة واحدة. شنها بنت وبنت وفلان يا فلان بنت الزعيم. طيب يعني يا مو هلا هي موافقة إنه تتجوز؟ يوه يا أمي، البنت أولتها وأخرتها بدها تتجوز لك؟ إيه بس مو لنعرف وين أراضي أبوها يا مو، تصبحي على خير. صحية مو ذكرتني، شو صار بالمسكين أبو طالب؟ آخ والله طايشين ولا عايشين، ما نعرفانين وين أراضي، خليها لالله. ونعم بالله. بحياة أختك يا أبو شوكات، حلوة بحقي، أنت حكوم. الصراحة مي حلوة بنوب. صباح أفندي ما له حق يزغدك قدام العضوات. لا تغلط أبو شوكات، صباح الزفت ما زغتني ولا بيطلع له يزغتني. لكان شو؟ أخي حاطط نقره من نقري وما بده يعني يكون جاه من الجهات. حرمني من فوتة مدير محطة الحجاز ما حكينا شيء، حرمني من فوتة قائد الشرطة ما حكينا شيء، ليش حاطط دابه من دابي ما كنت أعرف؟ يا أخي والله حكيت لي هالحكي. هات لشوف، شلون بدي فهمه إياها إنه أنا جاه من جهات الحارة؟ عمي أجلي الموضوع كله لبكرة، بكون فايق ورايق ومنحله سوا. قلتك لك مالك شايفني رح تتشرط حناكي من كتر ما تعودت. منت علينا سيدي منت علينا، بكرة منكفي الحديث مشان نحط له حد كتير الغلبة. ماشي ماشي يلا إن شاء الله بتصبح على خير. وانت بألف خير يا أبو شوكات. الله معك. الله يسلمك. مرضه بيدي هذا أبو شوكات، شلف تمي وأنا رايح نام. يلا تصبوا على خير يا شباب. مع السلامة. يا أهل الشام الكرام، أرجاكم تجون الطبرية لأجل أخوكم أبو طالب. يا أخواني يا أهل الشام الكرام. أعوذ بالله من الشيطان. لك مين هو هذا الشيخ الطبراوي اللي لسه كل يوم الثاني بيطلع لي بالمنام؟ لسه ما عاد ينسكت عنا بنوب. فيا إنا صالحة
صالحة؟ قومي قومي فيقي. شو بدك؟ قومي صحصحي، بدي احكي معك كلمة. شو قليلي؟ عم فكر بشغلة يمكن تدلنا وين مكان أبوكي. صلاة محمد؟ انتي صحصحي وركزي معي شوي. اعتبريني صحصحت. شو؟ مين بده يكون جاينا بهالوقت؟ ليكون رجع أبوكي إن شاء الله. يعني مين؟ أنا طلال جوزك. فوتوا فوتوا، أنا بفتح له كثير. أهلين تقبرني. عاوزكم موضوع ضروري، خذي لي طريقة. خير في شي؟ خذي لي طريقة. الله يرضى عليكي. تفضل تفضل. يلا يلا. لا تواخذيني مال الشام، مش كان اجيت بهالوقت المتأخر، بس عاوز مرت عمي ضروري. لا ايوه البيت بيتك. بس خير؟ شو في؟ كل خير ان شاء الله. احكي لي والله شغل بالي. مال الشام كل خير، لا ينشغل لك بال. يعني في شي بخص ابي؟ هيك شي. طب احكي لي مشان الله، والله ما عاد عندي صبر. مال الشام، ما بدي ضل عيد وفتي. خلص قومي نادي لامك، خلصيني. حاضر. يا امو يا امو قومي فيقي. يا امو. بسم الله الرحمن الرحيم. شو في ميمي؟ جوزي طلال برا بده يحكي معك. هلا بنص الليل بده ياني جوزك؟ هيك قال لي. شو اعمل؟ قومي شوفي. خير ان شاء الله. في شي خبريه عن ابوكي؟ الله اعلم ما حكى. يا ربي يا جبار الخواطر تجبر بخاطرنا. يلا ميمي روحي سبقيني لغير ثيابي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقول والله احد. يا رب ارحموني. مرت عمي، انت سمعاني شيء من عمي ابو طالب عن شخص بيعرفه بطبريه بيقولوا له الشيخ الطبراوي؟ الشيخ الطبراوي؟ ما بتذكر ولا مره ذكر هالاسم قدامي. مرت عمي مشان الله تذكري منيح، اسمه الشيخ الطبراوي من طبريه. يو عم بقول لك ميمي ما بتذكر ولا مره ذكر مثل هالاسم قدامي. طيب بنات عمي سمعانين شي بالشيخ الطبراوي؟ اي زلمه من طبريه؟ انا مالي سمعانه بهيك شي. ولا انا. والله انا ما سمعت بهيك اسم. متاكدين؟ يو ميمي شبك، عم نقول لك كلياتنا مالنا سمعانين بهالاسم. شو يعني عم نكذب عليك؟ بعدين ما قلت لي انت ليش يعني عم تاكد على اسم هالزلمه هذا بالذات؟ مرت عمي انا من يوم الحادثه تبع خطيفه عمي ابو طالب عم بيجيني بالمنام شيخ اسمه الشيخ الطبراوي بطبريه، عم بينادي علينا، عم بيقول يا اهل الشام الكرام تعالوا على طبريه عاجلا. يو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا ابني يا طلال. شيخنا عاوز بجوز كلام. يتفضل حبيبي يتفضل. يا رب. شيخنا عمي أبو طالب ذاكر لك شي مرة من المرات عن شيخ اسمه الشيخ الطبراوي؟
الشيخ الطبراوي، الشيخ الطبراوي، اللهم صل على سيدنا محمد. يا ابني أنا بحياتي ما سمعت هالاسم. طيب شيخنا، تذكر معي عمي أبو طالب كان يطلع لعند حدا على طبرية أو حدا من طبرية يجي يزوره هون بالشام؟ هلا أبدا ما بذكر هالشي أبدا. استغفر الله العظيم يا ربي، عن جد شي غريب عجيب بيحط العقل بالكف. شو القصة اللي شغلي بالك يا ابني؟ شيخنا هذا أنا كل يوم بالمنام. أدوه يلا يا جماعة يلا تحرك يلا تحرك يلا على السريع يلا. بنت وبنت يغزي العين حولها وحواليها الصالحة. صلاة محمد يا مو. بيني وبينك الليلي تمنيتها تكون عروس إلك. إلي أنا يا مو. إيه يا مو ليش لا؟ وأنا شو وصلني لإنه لك يا مو؟ لك يا أمي بكفي سمعتك مسكوا عنبر. الله يجبر بخاطرك ويجبر لي بخاطرك. تعرف الجماعة مو مدورين لا على عزة ولا على جاه ولا على مال، بدهم يجوزوا البنت ويخلصوا. ومين قال لك هالكلام؟ يوه ما حدا قال لي شي. شنو أهلها دايخين السبع دوخات هيك فهمت مشان تقبل تتجوز وهي ما عم ترضى. لبين ما يبين أبوها فرج ورحمة. يا مو حسن وين وصل العضوات مشان أبو طالب؟ والله لحد هلأ ما حدا عرفان شي يا مو. وبعدين بهالسيرة الزلمة ما له علاقة بالمشاكل. معقول يوافقوا ويعطوني البنت وصير من سلالة الزعمة؟ لك من وين طلعت لأمي بهي السيرة وشغلت بالي؟ يوه شو هالقصة هاي؟ لكن ليش كل ليلة خص نص عم بيجي لصهركم بالمنام؟ الله أعلم. لقوا بطبرية خص نص. هالقصة عن جد غريبة وعجيبة. مو هذا اللي محيرني وحاطط لي عقلي بكفي على هالقصة هاي؟ طيب معقول هالزلمة يكون حقيقي؟ يعني مو مجرد كوابيس بس؟ حسبنا الله على هالسيرة. والله قصة بتحط العقل بالكف. أنا رح أفتح. هاي أكيد خالتكم أم صابر. إيه؟ بقى هيك يا مو. كل يوم كل يوم كل يوم بيجي هالحلم، يعني شيء مو طبيعي. إيه بزمتي وبديني انشغل بالي بهالقصة اللي عم بشوفها صوركم لما ناموا. شيء بيشغل البال. خالتي أهلا وسهلا. الله يصبحكم أنوار النبي. والآيلة حماتك بتحبك تفضلي. ليش أنا لحقت المحة أو شوفها لحتى تحبني أو تكرهني؟ طب يلا سمي بالله وبلشي. بسم الله. إيه أم صابر ما قلتي لنا كيفه ابنك محمد؟ الله يهدي باله. آمين يا أمي. أم صابر صحيح هذا الحديث مو هلا وقته، بس مو على أساس ابنك يروح على مصر يجيب عروسته ويجي لهون على الشام يعيش هو وياها؟ يبعت لها داء النقرزان، مو قبلانة تجي هون تعيش بالشام، بدها اياه هو يروح يعيش معها بمصر. يو؟ اي نعم. وهو شو رأيه؟ هو قولي على قامتي عليه، واقع بين سفاقين، ويله أمه وأهله وقرايبينه يلي بالشام، وويله حبيبة قلبه يلي بمصر. الله يكون بعونك يا أم صابر. الله يهدي البال. ولي على قامتي عليه، من ساعة اللي سمع بسيرة أبو طالب يلي صار فيه حلف مليون يمين وقال لي إنه وصلكم ما رح يدوسها لمصر قبل ما يتطمن على رجعة أبو طالب بالسلامة. الله يبارك فيك وفيه وإن شاء الله إلهي رب العالمين بيهدي باله. آمين يا رب. شو بدي إلك خالتي أم صابر؟ أمري تقبريني. يعني بما أنك من أهل البيت شي مرة سمعتي أبي عم يحكي عن واحد اسمه الحاج الطبراوي؟ الحاج الطبراوي لا خالتي لا سمعت على لسان أبوكي ولا على لسان حدا من أهل البيت. يعني أكيد؟ يو طبعا أكيد. شو بدي كذب عليكم لا سمح الله؟ بس قليلي ليش عم تسألي؟ شوفي حاصله سيدي. تفضل. محياة أختك يا أب مرزوق. إله حق صباح أفندي يتدخل بيني وبين العضوات وهو ابن مبارح بالحارة. لا ما معه حق والحق راكبه من ساسه لراسه وهالشي ما بينومس. لك يقبرني ربك يا أب مرزوق شو بتفهم؟
مشان هيك لازم كلياتكم توقفوا معي مشان نحط له حد. انا معك جاهز، لانه اذا تركناه بده يتمدد ويتحش حاله، ومعك معك بصير عضو من العضوات ونحن الجهات بنبقى برا. ليش في هيك شيء من الكلام اللي عم تقوله؟ في هيك شيء؟ عم اقول لك من مصادر موثوقه، وفي ريحه يندحش بين العضوات. سيدي شرف صباح الفل شرف. لوين يا موي؟ روح شوف شغلك ما دخلك. ايه شو عليه؟ ما في شيء له اول وما له اخر. لك ابو لمعي. ولك انا بعرف اولتك من اخرتك. لو مطالبني المختار هلا كنت فهمتك اولتك واخرتك، بس انا هلا مالي فاضي لك. منت علينا سياده المستشار، منت علينا. ما رح ارد عليك. روح شوف لك شغله احسن، مالك حيس مالك عرفان وين بدك تبيض. انا حل عنا يا شو عليه؟ لك شفت يا ابو مرزوق؟ شفت؟ ما فهمت. لك ما شفت شلون بدرو اجا وشوشه واخذوا وراحوا وسووا على ديوان الزعامه؟ ايه كمان ما فهمت. لك يا ابو مرزوق ليش مقطوع عندك المي؟ على قد ما بيض طناجر ومسح جو صاروا العضوات ياخذوا برايه بكل كبيره وصغيره. معناتها الكلام اللي عم تقوله انت مزبوط، مزبوط كثير. بس هذا الحكي ما بيصير على دمي. ها؟ وشو رح تقدر تساوي؟ بكره بتشوف شو بدي ساوي. اسود وقلبه ابيض الباذنجان. مرحبا صهر. خير ابو لمعين؟ بدي كاستين شاي اكرك عجم، وحده الي وحده لعمك ابو مرزوق. يا حبيبي كمان؟ لك احراق، في موضوع شالشني بدي احله اليوم. حاضر ابو لمعين تأمر. زينو خف شوي احسن ما يجي ابو لمعين لخطياتين تام الناس. ابو شاكر انت خليك بشغلك احسن له، بعدين اخي لا تخليها تقفع معي ونزع الصحبه اللي بيناتنا. ابو شاكر ليش شو حكينا؟ عم نقول لك خف شويه وبده مساكه. شباب انت قد خولت ابو لمعين. اخي انا قدها وقدود، انت خليك بشغلك الله يرضى عليك. لك انت يا مقوص من عيونك، ليش كلامي تقيل على قلبك ما كنت افهم؟ لانك نكودي. انا نكودي؟ ايه انت نكودي. لا ماني نكودي، اسحبها. لا سيدي ما راح اسحبها. لا بدك تسحبها، واذا ما سحبتها لا طالع جوزتك من مصاريناك. ايه لا بدك تروي، لانه بدي اقول لك اللي بيطلع بايدك يطلع باجراك. انا انت طولوا بالكم شبكم، لا حول ولا قوه الا بالله. مو محرزه لك؟ مو شايفينه بكتر غلبته وبيدحش مناخيره بكل شيء؟ انا كثير غلبه. ايه اسحبها. فرطها ابو شاكر فرطها، اترك الزلمه بحاله. لك عمي اسمع الكلمه، اترك الرجال بحاله خليه يروح يشوف شغله. صلوا على النبي عمي، صلوا على النبي. هاي كرمالكم ها، والا والله كان طول بقى. تعال اخوي تسكر مستعد. خير شو القصه؟ شو السيرة؟ شو في بدا؟ اكيد حدا من شغيلة خان السجاد عنده سفرة اكيد. تعرفوا يا جماعة هالحكي اللي عم يحكيه طلال هذا بيكون مجرد كابوس ليس إلا. لا 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 مو كابوس ابدا. الشاب عم بيقول انه بكل ليلة عم بيشوف نفس الرجل بالمنام كمان؟ اي نعم، مشان هيك انشغل بالي انا واخوك ابو راشد انا نسألك، بركي ابو طالب شي مرة ذاكر الاسم قدامك. الحاج الطبراوي؟ اي نعم. لا 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 ابدا، يعني ما صار لي زمان يعني جاي على الحارة، ما صار لي زمان بتعرفوا انتو. ايوه حسبي الله ونعم الوكيل. حاول يا سيادنا، حاول يا سيادنا. خير شو في يا ابني؟ طلعوا شوفوا هالشوفة. شو في؟ طلال وبدر الدين قال بده يروح على القدس الشريف مشان يدوروا على عمي الطالب. شو هالحكي؟ ليش نحن تأكدنا انه ابو طالب بالقدس الشريف؟ طلعوا شوفوا شو قصتهم يا جماعة. صار كل واحد بده يقطش ويرحش من عنده. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رجال هذا الزعيم ابو طالب، زعيم حارتنا، وانا حكيت كلمه وما عاد ارجع فيها. ما بصير هالحكي. سامونا. لك ابني نحن قاصرين حربه ما نطلع على القدس الشريف وندور على عمك ابو طالب. هذا ابني قاصرين حربه نحن. والله لا عمي مالكم قاصرين حربه، بس شو بدك يعني؟ اقعد اتفرج يعني؟ اقعد انطر الفرج؟ وبجوز عمي ابو طالب يكون بين ايدين اولاد الحرام عم يتعذب هلا؟ لك مو بدنا نتاكد بالاول انه هو بالقدس الشريف ولا لا؟ مشان هيك عمي رايح انا وبدر الدين على القدس لنتاكد. شلون؟ مندور عليه بالقدس الشريف. ولك ابني اشو القدس الشريف حاره ولا زاروبه ولا دخلوجه حتى تروحوا تدوروا عليه فيها؟ لك هاي مدينه بحالها. عمي ابو راشد المهم ما نقعد هيك عم نتصفن ببعض، هذا الزعيم ابو طالب
لحم كتافنا كلياتنا من خيره. لك عقولكم كلمة يا جماعة، شو بكم ساكتين؟ يا ابني يا طلال، نحن مقدرين محبتك واحترامك لعمك أبو طالب، بس الموضوع مو بهالبساطة. مضبوط حكى بدري. وحد الله أبو لمعين، هلا مو وقت هالحكي. لا إله إلا الله عليه خلقه. بعدين أنت وبدر الدين وحسن، إذا كنتوا بتحبوا أبو طالب لازم تهتموا برزقه بالبيع وبالشراء، مو تفلتوا الخان وتمشوا. سيدنا الشيخ عم يحكي درر. يا صباح أفندي، قعدتنا بهالشاكلة ما لبنيحة بنوب، ولا لح ترجع الزعيم أبو طالب. مزبوط كلام بدر الدين، لازم نلاقي الزعيم أبو طالب من كل بد. واحد الله لك ابني، شنو كمان روحة الشباب للمجهول، اسمها طيش وتهلكة. بعدين تروه وقهدوا، نحن ما بدنا تاركين الموضوع بنوب. كمان النقيب حسان عم يبذل كل جهد يا ابني. لكن عم لك ما حدا ساكت وما حدا رح يسكت. اهدوا يا ابني اهدوا، روحوا شوفوا شغلكم، نحنا ما رح نسكت. لك يا جماعة مشان الله فهموني، أنا إذا بقيت هيك بطقوا بفع بأرضي. ها ولك ابني خليك بشغلك أنت والشباب، واتركونا نحنا عارف نشتغل، الله يرضى عليكم. مو حلو بس خجوة لمختار وشغل حارة يا أبي يا طلال. يا ابني يا طلال هدينا بالصلاة على النبي. لا تخجل عضوات الحارة يا طلال. شو بنا عمي طلال هدي، ما كلياتنا فايرين وملتاشين مشان عمك الطالب. هدي عمي هدي. يا عمي يا طلال اسمع الكلام، اللي ماله كبير ماله تكبير. جرحان بيك عمي بدر الدين، خذ الخيول على الخان وارجع اهتم لي بشغله. يا مرحبا، يلا شرفوا. تفضلوا جميل على شغله يا شباب. يلا حبيبي قاعد يصالح عمي يا لما يروح. لك عمي شو هالسيره اللي لها اساس مال راس؟ لك سد بوزك. لك عمي ليش هالمرمطه؟ احكوا لي. سبق وقلت لك سد بوزك ولا تسأل. طيب يا جماعة إذا بدكم مصاري أنا جاهز. لك يلعي قلبك شو بتلعي؟ أسئلتك ما رح تجيب لك نتيجة ولا؟ إذا مو غايدكم مصاري أنا جاهز لكل طلباتكم. يا عمي لا تعذبنا متعذب حالك، أسئلتك ما لها جواب. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب يا أخ بدرجاك أنا وين؟ بجهنم اللي تركب راسك. رح ترجع تعيد نفس النغمة. سد بوزك وخلاص. ما حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعة الله يخليكم، إذا غايتكم تقتلوني ليكني مربط، قتلوني ريحوني. يبدو أنت كتير حكي وما بتفهم. شحطوه يلا شحطوه، حرك روح. يلا حرك. مين؟ أهلا وسهلا سيد محمد، تفضل شرف شرف. زيد شرفك ومدارك خالتي. سيد حسام موجود؟ لا والله النقيب حسام ما نو هون، راح هو أبو يحيى من على بكرة الصبح. طيب ما عرفتي وين راحوا؟ على أساس راحوا عن معارف حسان مشان موضوع أبو طالب، ولي على طولي هن الاثنين الليل ما ناموا. ماشي خالتي، متى من رجع سيد حسان بلغيني سألت عنه وإني عاوزه ضروري. فوت استناهم جوا. لا خلاص خالتي ما في داعي. هي السيد محمد عنا. يا ميت اهلا وسهلا. اهلين ابو حميد. ما قلت لك ما بقى الا يرجعوا. انا شو واقف على الباب؟ شرف شرف تفضل. شرفوا تفضلوا، اكيد الغدا جاهز. اكيد شرفوا. جاهز ورح تاكلوا اصابيعكم وراه كمان. تفضل ابو حميد تفضل. يا ميت اهلا وسهلا. شرف ابو يحيى. يا رب يا رب. لك ليش جعتيني لهون؟ هلا بقول لك ليش تحت. معقول جايبتيني على بيت اسمي؟ بدك تذكريني بشي اللي عم حاول انسى روحي الله يسامحك. خلصنا بقى اهدي وطولي بالك، هلا بتفهمي ليش جايبتك لهون. لا مريم ما رح اهدى، انا بالزور عم حاول انسى. بعدين انت مين قالك نحن جايين عندهم على البيت؟ لك شو جايين عندهم؟ هلا بقول لك تحت فهميني. هلا لك خلصنا بقى يو تحي هلا بتفهمي. من بعد إذنك حبيبتي بدنا نسألك على بيت جيرانك، بيت شوكة أفندي. ايه تفضلي اسألي. نحن دقينا عليهم الباب وما حضرت. أسعد أفندي وعصمت خانهم ابنهم شريف سافروا من مدة.
يو شو هالحكي؟ اي نعم. طيب تعرفي شي لوين سافروا؟ هلا حسب ما دريت من امي انه سافروا على مصر وفتحوا تجارة هنيك. خير ان شاء الله. اذا بدك امي جوا بسألك ياها هي بتعرف اكتر. لا لا خلص مو مشكلة، كتر خيرك، يلا بخاطرك. الله معك. ما رح تفهميني شو قصدك من هالسيرة؟ تتذكر يوم ما أسعد عمل عملته السودة هو وعيلته، أبوكي راح وحاول يقتله هو وابنه؟ بتذكر. ولولا ستر الله ولو ما تدخلوا الناس كان قتلهم اثنيناتهم وتعلقوا برقبته. إيه يا ريته قتلهم وخلص العالم من شروره. فشو قلت لحالي؟ نجي بنسأل عنهم، بركي كانوا هنن ورا خطيفة أبوكي. معقول يعني؟ ليش لا؟ يلي بيطاوعوا قلبه يعمل هديك العملة بيعمل أكتر من هيك، يعني ممكن هو ولا ابنه خاطفينه لأبوكي مشان ينتقموا منه. مزبوط. بس قولي هلا خلص مشي الحال، يعني طالما طلعوا مسافرين برات البلد ما عاد ينشك بأمرهم. يا الله لا يردون. نحن لازم نعمل أي شيء، ما بيصير نضلنا قاعدين وعم نتصفن ببعض وأبوكي ما بنعرف وينه. بعت لي حمالي، مستعدة موت بس أعرف وينه. أمشي. قلت لحالي بيجي بقترح عليك، طالما كل الشكوك عم ندور حول وجود عمي الطالب بالقدس الشريف، ليه لحتى ما نروح نسأل هنيك؟ أحسن ما قاعدين عم نصفن ببعضنا. والله كلام السيد محمد بمكانه يا نقيب حسان. بزمتي بديني أعمل كدرار. شغلة تانية، ما حلوة بحقنا قاعدين عم نصفن ببعضنا، واحد مثل عمي الطالب مغرق الجميع بكرمه وأفضاله، ونحن ما عم نعمل له شيء. قد ودود أبو حميد، قد ودود. وأنا من هاللحظة هي جاهز للمسير للقدس الشريف. لا والله يا ابو حميد، انا بفضل تبقى هون بالحاره وتتقصى عن الحقيقه بطريقتك. انا بكل الاحوال راجع على مصر، رح مر على القدس الشريف وتحرى هنيك من جديد. طب معناتها بروح معك. لو كانت الروحه فيها رجع لهون على الشام كان فيها وما فيها، بس انا لساتني مصر على وجهه نظري انك انت تبقى هون على القليله، بتبقى جنب بيت عمي. اذا هيك شايف انا ما عندي مانع، بس شلون بدنا نعرف شو صار معك بالقدس طالما عم تقول انك طالع على مصر؟ أنا رح أعطيكم رقم تليفوني ومنخبر بعض على كل المستجدات. شو عليه؟ كمان اليوم لازم نمر على الدكتور عصام نفهم شو صار معه وعلى ضوءه نتصرف. كتير منيح. على بركة الله. شو أبو حميد ما عم تاكل؟ لا شو ما عم آكل، عم آكل. ليكون أكل خالتي معبده مو عاجبك لا سمح الله. أوعك ها؟ لا أكل خالتي معبده على عيني. إيه معناتها كول، كول صحتين وهنا. صحة. على قلبك. مين ابراهيم؟ لك ابراهيم برو اللي كان يسوق سيارة مراد. ايه شو بو؟ اجى لعندي لهون على بيروت وعم يقول لي انه لمعات بدها اياها ضروري. لمعات؟ ليش مو على اساس انمسكت وانحكمت وعدموها؟ لك هي لمعات مثل القطة بسبع ارواح. وبدك تروح تشوفها؟ طبعا بدي روح شوفها. طالما هي طلبتنا بنروح نشوف، بلكي في رزقة من وراها. لا تكون لعبة من ألاعيبها، شنو هدول الجماعة ما بيجي من وراهم غير التعب والشقة وشلشة البال. لك كيف بدها تلعب وهي بالحبس؟ أخي أنا لا بدي روح ولا دخلني بكل هالسيرة، أنا كنت ماسك شغل مراد آغا بين بيروت واللادية، فلا بدي روح ولا بدي شوفها. لك يا بني آدم، بجوز يكون في إلنا رزق الله مولاها، أنا ما بحكي معك غير مازوط. رزقة شو؟ وعم تقول محبوسة ومحكومة أدام. لك لأنه محبوسة. أخي روح لحالك، أنا لا كنت بالشام ولا دخلني بكل قصصكم تبع الشام، ومو حابب فوت هالفوتة، خليني هون ببيروت أحسن لك. يخرب بيتك شو جبان، لك عم قلك في رزقة. لو كان إذا بدك ترجع عالشام أنا خليني روح اللادية، هنيك بعرف دبر حالي. سيدي منروح أنا وياك عالشام، إذا لقينا رزقة مرتبة منضل، وإذا ما لقينا يا بنرجع عبيروت يا بنروح اللادية سوا. موافق بس بشرط، ما بتفوتني بسياركم لمعتة تبع مراد آغا، أنا لا كنت بالأول ولا كنت بالآخر، وما لي دخل بمصايبكم تبع الشام. لك مين قال دخلك؟ ما كل الناس بتعرف إنك مستلم شغل مراد بين اللادية وبيروت، وكل بين فترة وفترة لتجي عالشام. وإذا صار ما صار أنا ما دخلني، لا كنت بالأول ولا كنت بالآخر. ماشي موافق، خلينا نطلع نشوفه لبرا.
احتمال كبير كون بعرفهم، مشان هيك مخبين وجوهن عني. أنا بس لو أعرف شو مسببات خطيفتي ومرمطتي وبهدلتي بهالطريقة يمكن كنت ارتحت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد زمان يا برو، لساتك عايش؟ شلون شايف حليمة؟ شو القصة اللي سمعناها؟ مثل ما سمعتوا. لك صحيح لك برو، شو أخبار الحارة؟ قايمة قاعدة. لا، خير شو في؟ خطفوا أبو طالب قنواتي هو وراجع من الحج. ومعكم مين اللي خطفوا؟ لحد هلا ما في خبر شافي. والله هي قصة كبيرة. كبيرة. خلص برو، يلا شرفوا مكمل حديثنا على الطريق. قولي عيونكم منيح. صار شو هاد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو اللي عم يصير معك يا أبو طالب؟ لشو كل هالحراسة؟ يمكن كل هالمرمطة والشرشعة اللي عم شرشعوني إياها مشان بالنهاية وافق على طلباتهم. طب هن يحكوا شو بدون وأنا جاهز. أنا جاهز لكل شيء. ساعدني يا رب، ساعدني يا الله. شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا ذهب والغاء الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرق.
بالذهب والغاء لنها بالعدا ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي يا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم علي